مشاهدي قناة ميديا تيفي، بكم في هذا العدد الرابع من يومية جائزة الحسنة الثاني وكأس الأميرة للأمري من هنا من مساري كان الغرفة الملكي دار السلام بالعاصمة الرباط. البداية ستكون بالتعرف على أهم ما ميز نتائج منافسات جائزة الحسنة الثاني وكأس المريم في الجولة الثانية والتي عرفت في نهايتها إقصاء اللاعبين وتأهل آخرين لخوض الجولتين الثالثة والرابعة يومي السبت والأحد. بين الجولتين الأولى والثانية تغييرات عدة شهدتها صدارة ترتيب جائزة الحسنة الثاني في نسختها 46. فالإنجليزي جوردان سميث الذي حقق انطلاقة قوية في الجولة الأولى التي تصدرها محققا 7 ضربات بيردي، تراجع مستواه خلال اليوم الثاني بعدما سجل 4 ضربات بوغي ليتراجع للصف السادس. الإسباني أليخاندرو كانيساريس الفائز باللقب سنة 2013 وبعد أن كان قد احتل المركز الثالث خلال الجولة الأولى تراجع للوراء وبات يحتل الصف العاشر بمجموع 3 ضربات تحت البار. أما الناجي الوحيد من بوديوم الجولة الأولى فكان هو الأمريكي شين كروكر الذي انقض على الصدارة رفقة مواطنه دافيد ليبسكي 5 ضربات تحت المعدل. أما حامل اللقب الفرنسي ألكسندر ليفي فقد ودع المنافسة مبكرا بعد أن سجل في الجولة الثانية لوحدها 4 ضربات فوق المعدل. المشاركة المغربية في المقابل لم ترقى لمستوى التطلعات بعد أن أقصي كل اللاعبين المغاربة، حيث كانوا ممثلين ب3 محترفين يخوضون المنافسات وهم فيصل السرغيني وأحمد مرجان وأيوب القراطي، بالإضافة للاعبين مغربيين من الهواة وهما أيوب السوعدي وعثمان الروزي، هذا الأخير الذي كان أفضل اللاعبين المغاربة ترتيباً. أما في منافسات كأس لالمريم فقد كانت صدارة اليوم الثاني من نصيب الإسبانية نوريا إيتوريوس الفائزة باللقب سنة 2016 برصيد 7 ضربات تحت البار لتنتزع المركز الأول من السويدية لينا بوكفيتس التي تراجعت للمركز الثاني برصيد 6 ضربات تحت المعدل. أما المشاركات المغربية الثلاث في المنافسة ما حديوي ولينا بالمعطي وانتصار الريش فلم تتمكن أي واحدة منهن من التأهل للجولتين الأخيرتين وكانت أفضلهن بالمعطي برصيد إجمالي يبلغ 9 ضربات فوق البار. إلى فقرة حوار اليوم التي نستضيف فيها حفيد السايح المنسق العام لجمعية جائزة الحسنة الثاني والذي يحدثنا عن الجانب التنظيمي في جائزة الحسنة الثاني للغولف التي أصبحت تعد محطة أساسية في مراحل الدوري الأوروبي يوروبيان تور لرياضة الغولف. كتبني دار خاصك لبغيتي الجودة خاصك ديرها في كل محل كل مرحلة. بالنسبة احنا هنا في الغولف اللي هو مهم هو أولا المسالك اللي هما ont été complètement mis à niveau. هذه 3 سنين هما كيخدموا عليهم لا المسالك الزرقاء ولا المسالك الحمراء. والان كنفتخروا بهذه المسالك لانهم في عندهم واحد الجوده اكستراوردينير زعما سي فيريتابل تشامبيونشيب. الجانب الثاني هو بالنسبه للاورغانيزاسيون. الحمد لله عندنا حنا دابا دي بول في في الاتياش في الاسوساسيون تروفي حسن 2 لكل واحد فيهم كيتكلف بواحد الجهه. عندنا بحال دابا لو بول برودكسيون اللي غيتكلف غير بهاد لي فاسيليتي اللي دايرين هاد لي كونستركسيون اللي العام على الاخر. بالنسبه للعام الاخر بحال دابا انت شتي ولينا كنديروا دي كونستركسيون اي ايتاج لان كيمكن لنا حنا نجمعوا اكثر ديال الناس. تو لي تو سكي كونسيرن لا لوجيستيك هي سي لي زوتيل لا ريستوراسيون لي ترانسفير لايريان. لان راه اليوم راه كاينين تقريبا 2000 واحد اللي هو فوق اللي هو خدامين. الى الفقره الخاصه بالدروس الاوليه في رياضه الغولف في عدد اليوم نتعرف رفقه عادل بن بريكه ومريم المسوقر عن كيفيه الخروج من الحاجز المائي الذي قد يتواجد في حفره من حفر مسلك الغولف. لنشاهد. في الحلقه ديال اليوم غادي نشوفوا منطقه اخرى من مناطق الملعب
واللي هي حاجز يعني منطقة جزاء، واللي كتكون غالبا مناطق ديال اللي كيمر فيها كيكون منطقة مائية أو نهر صغير كيكون في الملعب، فكيكون حاجز من الحواجز اللي كيصعبوا المسلك. فهاد المناطق كيكونوا دائما معلمين بخط أحمر أو خط أصفر اللي كنشوفوه هنايا على العشب، اللي الحكام كيديروا باش كيحدوا المنطقه ديال هذه المنطقه الجزاء. فالاخت مريم ما ساعداش لحد انها يعني ضرب ضربه مزيانه وجات الكره ديالها جات في الحاجز المائي، فعندها يعني من ناحيه ديال التحكيم عندها جوج ديال الحلول، اما انها تلعب الكره ديالها في هذه المنطقه ولكن الضربه غادي تكون شويه صعيبه، او غادي تحاول انها تخرج من المنطقه ولكن خصها تزيد في النتيجه ديالها ديال هذه الحفره تزيد نقطه جزاء باش يمكن لها انها تعاود تلعب يعني ضربه عاديه. فالان غادي نشوفوا الاخت مريم كيفاش غتصرف مع هذا الوضع هذا. فأخت مريم ما قدرتش تلعب الكره ديالها في داخل الحاجز المائي، فغتحاول انها تخرج منه بضربة جزاء اللي كتحدد يعني فين غادي تعاود تحط الكرة ديالها باش تعاود تستمر في اللعب ديالها. فعندنا نقطة الدخول الحاجز المائي وكت يمكن لها يعني تعاود تحط او تدروبي الكرة ديالها في نطاق مضربين. فالان غادي تحاول انها تعيد الكرة ديالها للاعب. الآن الكرة ديالها يعني رجعت للاعب ويمكن لها أنها تلعب الضربة ديالها الموالية في اتجاه الجرين أو المنطقة الخضراء. إلى هنا نصل لنهاية عدد اليوم من يومية تغطيتنا لجائزة الحسن الثاني وكأس المريم في رياضة الغولف. يوم السبت تنطلق الجولة الثالثة وهي الأولى من المرحلة النهائية لهاتين المسابقتين. إلى اللقاء.